هذا الأمر أن أقرأ لكم بضعة آيات قليلة من مواهب الروح القدس في كورنثوس الأولى 12. بيقول أنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد، ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب إلى آخر. في الحقيقة عمل الروح القدس عمل واسع جدا بالنسبة للناس. البعض بيركزوا على المعجزات والقوات والمواهب إلى آخره، لكن الجميل في هذا الفصل انه بيذكر من اول مواهب الروح القدس كلام الحكمة وكلام العلم والإيمان، يعني وضع الحاجات دي اول شيء. البعض بيفرحوا بالمعجزات لان المعجزات دي بتدي فخر ومجد ومظهر امام الناس، وجايز يبقى الواحد لو في معجزة حقيقية يبقى استوفى اجره على الارض. لكن هنا بيقول في اول اعمال الروح القدس كلام حكمة، كلام علم، ايمان، وقال ايضا تمييز ارواح. الحكمة من اهم الامور في مواهب الروح، من اهم الامور في مواهب الروح، لدرجة ان في رسامة الشمامسة السبعة الاباء الرسل افترضوا ان يكونوا مملوئين من الروح القدس والحكمة. طبيعي ان الانسان المملوء من الروح القدس يكون عنده حكمة، لكن هنا زود كلمة حكمة ليري اهميتها. المقصود بالحكمة الحكمة النازلة من فوق، والحكمة النازلة من فوق دي موجودة في رسالة معلمنا يعقوب اصحاح 3 من آية 13. بيقول ايه؟ من هو حكيم وعالم بينكم، من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. ولكن إن كان لكم غير مرة وتحزب في قلوبكم فلا تفتخروا وتكذبوا على الحق، ليست هذه الحكمة نازلة من فوق، بل هي أرضية نفسية شيطانية، لأنه حيث الغيرة والتحزب هناك التشويش وكل أمر رديء. وأما الحكمة التي من فوق فهي أولا طاهرة ثم مثالمة مترفقة مزعنة مملوءة رحمة وأثمارا صالحة. يبقى المهم أن الإنسان يكون حكيم بحكمة نازلة من فوق، غير الحكمة الأرضية النفسانية الشيطانية. مش كل حكمة حكمة. الشيطان كان حكيما ولكن حكمة في الشر، حكمة شيطانية. بهذه الحكمة الشيطانية أمكن أن يسقط آدم وحواء، وأمكن أن يسقط العالم كله في الخطية. مش أي حكمة، يعني مش كل إنسان نقول عليه حكيم بالحكمة اللي من الروح القدس.
خدوا مثلا حكمة إيزابيل التي بها استطاعت أن تعطي زوجها آخاب حقل نابوت الإسرائيلي. دبرت تدبير مظبوط، مؤامرة مظبوطة، جابت لها شهود زور، حكمت على الراجل بالتجديف، قتل وورثوه. حكمة، عقل بيدبر تمام، لكن ماشي في سكة غلط. ما أكثر الناس الحكماء في الشر، حكماء في الشر، يعني بيعرفوا يدبروا بذكاء لكن في الشر. أخي توفل أيضا كان حكيما في الشر، وكان ممكن يدبر مؤامرة يضيع بيها داود وكل جيشه. عشان كده كانوا بيصرخوا باستمرار ويقولوا ابطل يا رب مشورة أخي توفل. وما زلنا حتى الآن نكرر في القداس هذه العبارة، إن ربنا يبطل مشورة الأشرار كما أبطل مشورة أخي توفل. حكمة لكن في الشر. مش كل حكيم نقول عليه إن هو حكيم. كل حكمة مخالفة للوصية هي حكمة شريرة. ربنا يريد منا الحكمة الروحية النازلة من فوق، النازلة من فوق زي الحكمة التي وهبها الرب لسليمان الحكيم. سليمان اللي قوله اتنين ستات كل واحدة تقول الطفل ده ابني، فقال لهم نشتروا شطرين وكل واحدة تاخد نصه، فاللي بكت وقالت لا انا مش عايز انه يتقتل وادهولها وسيبه حي، عارف ان هي امه الحقيقية. الحكمة في التدبير والحكمة في التفكير والحكمة في كل عمل صالح. مفروض حتى واحنا هنرسم قسوس ويعين أساقفة ان كل واحد يكون حكيم، يدبر كل اموره بالحكمة، يدبر كل اموره بالحكمة. مفروض حتى العائلة العادية المرأة تكون حكيمة والزوج يكون حكيم. المرأة الحكيمة هي التي تبقي على زوجها وتبقي على بيتها، والمرأة الرعناء الطائشة في فكرها ممكن يجيلها زوج لكن لا تستطيع أن تحتفظ به، بعد شوية تلاقيه راح من إيديك لقلة الحكمة. عشان كده بيقول الكتاب ان الروح القدس بيعطي البعض حكمة وكلام حكمة. الكلمة الطيبة الانسان يكسب بها عدوه، والكلمة الطائشة يخسر بها صديقه. كلام حكمة، الانسان اللي بيخرج من فمه كلام حكمة هو ده اللي قال عليه الكتاب في سفر النشيد: شفتاك يا عروس تقطران شهدا. كمان بيقول: من هو حكيم وعالم بينكم فليري أعماله بالتصرف الحسن في وداعة الحكمة. الحكمة الوديعة، في إنسان يخبط ويرزع ويزعق ويفتكر انه بيحل الامور بالعنف وبالشدة، لا، الكتاب بيقول في وداعة الحكمة، يعني الحكمة اللي تحل الامور في هدوء. لان بيقول الحكمة النازلة من فوق هي طاهرة مسالمة، طاهرة مسالمة.
مملوءة رحمة وأثمارا صالحة. الحكمة البعيدة عن الرحمة ليست حكمة من الروح القدس، والحكمة الهوجاء التي تثير الشقاق والتحزب والتشويش وكل أمر رديء ليست حكمة نازلة من فوق. الكتاب بيقول دي أرضية نفسية شيطانية. يبقى مش كل إنسان تقول عليه حكيم مهما كان تصرفه عاقلا وذكيا، لأن الذكاء ممكن يستخدم في الشر فيكون حكمة شيطانية، والذكاء ممكن يستخدم في ضياع الناس وما يبقاش حكمة من ربنا. في الرسالة إلى غلاطية إصحاح 6:1 بيقول: أيها الأخوة، إن انسيق إنسان فأخذ في زلة، فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لئلا تجرب أنت أيضا. يعني اللي يحل مشكلة يحلها في روح الوداعة، في وداعة الحكمة. سهل جدا إن الإنسان يصدر أحكام في منتهى الشدة وأحكام قاطعة ليست فيها روح الوداعة ولا وداعة الحكمة، وتتسبب في مشاكل الله يعلم ما مداها. الحكمة المسالمة المملوءة رحمة وأثمارا صالحة. ممكن ابنك يغلط غلطة تروح طرده من البيت فيضيع الواد وربنا يطالبك بدمه، تفتكر ده حزم؟ حكمة؟ الحكمة النازلة من فوق ما تعملش تشويش، وإنما تكون مملوءة رحمة وأثمارا صالحة. وكيل الظلم كان عنده حكمة مدحها الرب لأنه فكر في مستقبله. فالحكمة النازلة من فوق تخلي الإنسان يفكر في مستقبله، يفكر في أبديته، يشوف التصرف اللي هو ماشي فيه يوصله لحد فين. أما الإنسان اللي ما بيهتمش بأبديته يبقى إنسان غير حكيم، لأنه ما فكرش في حياته بعد الموت. بيقول إن الروح القدس بيعطي كلام حكمة. أول صفة قالها قبل صنع القوات وقبل مواهب الشفاء وقبل التكلم بألسنة، يعطي أولا كلام حكمة. ولذلك من الحكمة تمييز الأرواح، والكتاب بيقول اختبروا الأرواح عشان تعرفوا هل هي من الله ولا لا. الإنسان الحكيم لا يكون عقله في أذنيه، إنما عقله يكون أولا في ضميره في قلبه، ولا يقبل كل كلام، لأن اللي بيقبل كل كلام لا يكون حكيما. اللي يقبل كل كلام لا يكون حكيما. بيقول ميزوا الأرواح عشان تعرفوا هل هي من الله ولا لا. بيقول له الروح القدس يعطي أيضا كلام علم. تصوروا الكتاب المقدس يضع كلام العلم قبل صنع القوات والعجائب وقبل الشفاء وقبل الألسنة. كلام العلم ده زي ما قال بولس الرسول في أفسس 6، قال صلوا من أجلي
لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. تصوروا بولس الرسول، الرسول العظيم اللي كتب 14 رسالة، اللي صعد إلى السماء الثالثة وسمع أشياء لا ينطق بها، بيقول صلوا من أجلي لكي أعطى كلمة عند افتتاح فمي. يعطى كلمة منين؟ من الروح القدس، من مواهب الروح. ليست كل كلمة هي من الله، إنما إذا أعطى الروح كلمة للمبشرين يكون لها قوة. عشان كده السيد المسيح في متى 10:20 في إرسال الرسل 12 قال لهم لستم أنتم المتكلمين، بل روح أبيكم المتكلم فيكم. روح أبيكم بيديكم كلمة علم، كلمة مقنعة ومفيدة للسامعين، كلمة تبني الإنسان الداخلي وتبني العقل والضمير والروح والقلب. يعطى كلام علم. في سفر الأمثال يقول سليمان الحكيم تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في وقتها، تقال في الوقت المناسب تأتي بنتيجة. يا ناس عندهم كلام زي ضرب الرصاص، زي رجم الطوب، ويظنون أنهم يشهدون للحق. ليست هذه الكلمة من الروح القدس. الروح القدس يعطي الكلمة المملوءة حكمة. شوف قلنا في الأول من مواهب الروح كلام حكمة وكلام علم. عشان كده يعقوب الرسول في رسالته إصحاح 3 آية 13 بيقول من هو حكيم وعالم بينكم. حط الحكمة والعلم مع بعض. من هو حكيم وعالم بينكم؟ إذا كان ربنا ما ادكش العلم، ما ادكش المعرفة، فلا تتكلم. لما تصمت يكون أحسن. زي ما أيوب قال لأصحابه، قال لهم ليتكم تصمتون صمتا فيكون صمتكم لكم حكمة. ما دام ما فيش كلام من الروح القدس يبقى الصمت هو الحكمة. في كل مرة تتكلم قل له يا رب اعطني ما أقوله للناس، اعطني ما أقوله للناس، اعطني كلام علم، كلام معرفة. ياما انسان بيتكلم عن جهل، والكلام اللي بيقوله عن جهل ممكن يسبب مصائب ويخرب ويهدم. لكن الكلمة التي للبنيان هي كلمة من الروح القدس، كلام علم، كلام معرفة. الهراطقة تكلموا وكانوا أذكياء وكان عندهم علم، لكن ليس من الروح القدس، فلذلك كان كلامهم هداما من ناحية الإيمان. كلام من الروح القدس، كلام علم. العلم ده اللي هو المعرفة اشتهاه آدم وحواء من أول ما أكلوا من شجرة المعرفة، لكنهما أخذ معرفة ليس من الروح القدس، إنما معرفة من الشيطان، معرفة من الحية، معرفة من الحية. يا ما في نفوس زي الحية بالضبط بتاعت آدم وحواء، تيجي تدودو في الودان وتزن في الودان وتقول كلام
يخرب ويهدم ويضيع. وغلطة الإنسان إن بياخد المعرفة من غير الله، يأخذ المعرفة من غير الله. أي واحد يجي ويقول له كلمة في ودانه يصدقها ويضيع بيها غيره. ما أجمل الكلمة التي نقولها في القداس الإلهي، بنقول لربنا أعطيتني علم معرفتك. أهو ده العلم اللي احنا عايزينه، مش بيقول كلام علم، أهو ده العلم. أول علم أعطيتني علم معرفتك، إن احنا نعرف ربنا، نعرفه المعرفة الحقيقية. وتاني كلام علم أن نعرف طرقه ووصاياه. ولذلك داود النبي بيقول عرفني يا رب طرقك، فهمني سبلك، ارشدني في الطريق التي أنا سائر فيها. يعطى بالروح القدس كلام معرفة. في ناس الوصايا ياخدوها من الكتاب بغير معرفة. او كتاب مقدس، تقول لي اكتر من كتاب مقدس هيكون علم اكتر من كده؟ لا، العلم انك تفهم معنى الوصية، المقصود من الوصية ايه، الارشاد الحقيقي. لذلك داود النبي بيقول اكشف عن عيني لأرى عجائب من شريعتك. عرفني يا رب طرقك. انا اقرأ الكتاب لكن برضو مش عارف طرق الرب، محتاج ان حد يفسرها لي، يقول لي ايه المطلوب، ربنا يقصد بايه. الكتاب موجود امامنا، لكن لابد ان نعرف ايه المقصود من كل كلمة. افتح يا رب عيني. هكذا نصلي في المزمور 50 ونقول افتح يا رب شفتي فيخبر فمي بتسبيحتك. الكلام اللي الواحد ياخده علم من الروح القدس غير علوم العالم. في علوم من العالم تجلب الشك، تجيب شك وتجيب بلبلة في الذهن، وبعضها ربما علوم من الفلاسفة، وهؤلاء الفلاسفة أضلوا كثيرين لأنهم لم يتكلموا من معرفة إلهية من الروح القدس، من عقولهم التعبانة. لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. لهذا عندما تقرأ الكتاب المقدس صلي قبليها وقل له اعطيني يا رب علم معرفتك، افتح عيني لأرى عجائب من شريعتك. كلام العلم اللي من الروح القدس يعلمك وصايا الرب ويعلمك كيف تنفذها. يعني انا يا رب عرفت وصيتك، لكن كيف اسلك فيها؟ اديني علم من الروح القدس. ده اكتر من كده، ممكن في علم معرفتك وكلام المعرفة هقول له عرفني يا رب نفسي، عرفني نفسي من جوه، عرفني حروبي، عرفني ايه اللي لازم يتغير فيا وايه اللي يقعد وايه اللي يزيد، عرفني الحروب الروحية اللي بتقابلني، عرفني كيف اسلك فيها. يعطى للبعض كلام معرفة. بأنت يا رب تحط كلام المعرفة قبل صنع القوات والعجائب
يقول لك ايوه، لان ممكن انسان يعطى قوات وعجائب ويهلك به ويهلك به. ده في ناس في اليوم الاخير قالوا له يا رب اليس باسمك تنبأنا وباسمك صنعنا قوات وعجائب؟ قال لهم اذهبوا عني يا ملاعين لا اعرفكم. اعطني كلام معرفتك، ازاي اعرف؟ لذلك الفلاسفة، وهو ده كان بتوع علم، الفلاسفة الذين انكروا وجود الله قال عنهم الكتاب: قال الجاهل في قلبه ليس إله. وصفهم بأنهم جهلة. العذارى اللائي لم يحملن معهن زيتا وصفهن الكتاب بأنهن جهلة، العذارى الجاهلات، لأنهم ما يعرفوش ربنا. إذا أردت أن يعطيك الروح القدس كلام معرفة خليه يعرفك ربنا ويعرفك طريقه ويعرفك الوسيلة التي تنفذ بها وصاياه. بيقول الروح القدس أيضا يعطي حكمة ويعطي علم ويعطي إيمان. تقول طب ما أنا مؤمن وبقول قانون الإيمان في كل قداس وبقول قانون الإيمان في كل صلاة من الصلوات السبع في اليوم، ولكن جايز برضو ما عندكش إيمان. في آية عجيبة جدا في كورنثوس الثانية إصحاح 13 آية 5 بيقول: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم. بولس بيقول لهم جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ الإيمان ليس مجرد الإيمان النظري، لأن الشيطان بيؤمن بوجود الله وبيحارب ربنا، وزي ما قال معلمنا يعقوب: الشياطين يؤمنون ويقشعرون. مش الإيمان إنك أنت تتلو قانون الإيمان، الإيمان الحقيقي اللي قال عليه الكتاب هو الإيمان العامل بالمحبة، هو ده اللي من الروح القدس. عارفين الإيمان اللي من الروح القدس هو الإيمان الذي لا يمكن فيه في يوم من الأيام إنك تخاف، مستحيل، لأنك أنت إن كنت تؤمن إن الله معاك لا يمكن تخاف. ده داود بيقول: إن سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لأنك أنت معي. الإيمان اللي من روح القدس لا يمكن يشك أبدا، مش بس لا يشك في وجود الله، ده لا يشك في حنان الله ولا في محبة الله ولا في حكمة الله ولا في حسن تدبير الله لحياتك. عشان كده لما بطرس الرسول شك وخاف انه يقع في المية، السيد المسيح قال له: يا قليل الايمان لماذا شككت؟ يبقى الشك هو قلة ايمان، الشك هو قلة ايمان. لما تشك ان ربنا هيتدخل في حياتك تبقى قلة ايمان، لما تشك ان ربنا هينقذك من مشاكلك يبقى قلة إيمان، لما تشك إن ربنا يستجيب صلواتك يبقى قلة إيمان،
يا قليل الإيمان لماذا شككت؟ الناس اللي كان عندهم ايمان زي الشهداء مثلا، ليه تقدموا للاستشهاد والسيف ضرب راسهم طيرها؟ لان كان مؤمن تماما ان في اللحظة اللي السيف هيتضرب على رقبته وراسه تطير، في نفس اللحظة هيجد نفسه في حضن السيد المسيح. كان مؤمن، مؤمن بكده، عشان كده ما خافوش. يقول لك ايه يعني، مجرد الم لحظه والاقي نفسي في حضن السيد المسيح؟ طب يلا نجري بسرعه. عشان كده هؤلاء الذين امنوا كانوا احيانا يذهبون الى اماكن الاستشهاد وهم يرتلون تراتيل الفرح في الطريق. اهو ده الايمان اللي من روح القدس، إيمان، إيمان لا يشك أبدا، إيمان فيه فرح وفيه سلام قلبي وفيه عدم شك. يعطى للناس إيمان بالروح القدس. لما أنت تؤمن بصدق مواعيد الله تعيش في فرح دائم وتعيش في سلام قلبي. هو مجرد الإيمان إنك تتلو قانون الإيمان، هي مسألة عقلية ولا مسألة عملية؟ إن كانت عملية تورينا إيمانك بكيفية سلوكك في الحياة، إزاي بتسلك، إزاي ما بتخافش. كل ما ربنا محافظ علينا ادينا مؤمنين بربنا. طب اذا الكوارث حلت علينا يقل ايماننا؟ الحكاية دي في الحقيقة موجودة في سفر القضاة في قصة جدعون. ملاك الرب قابل جدعون وقال له الرب معك يا جبار البأس. فبص له جدعون وقال له أسألك يا سيدي، إن كان الرب معنا فلماذا أصابتنا هذه البلايا؟ أنت هتشك يا جدعون، هتشك. طب ما في البلايا برضو ربنا موجود. الكتاب بيقول كثيرة هي أحزان الصديقين ومن جميعها ينجيهم الرب. كثيرة هي أحزان الصديقين. طب ما ربنا قال في العالم يكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. الإنسان المؤمن اللي عنده إيمان من الروح القدس، مش مجرد إيمان من الورق، لا، مش مجرد ايمان من مدرسي الدين، لا، ايمان من الروح القدس في عمق اعماق القلب. ايمان التلت فتية وهم في اتون النار ومعهم رابع هو ابن الله. إيمان دانيال وهو في جب الأسود ويقول إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. إيمان موسى وهو حاطط رجله في البحر الأحمر ويجد طريق يشق فيه والشعب كله ماشي وراه. ده الإيمان. الإيمان في وقت الشدة، مش الإيمان اللي هو وقت النعم والفرح والمواهب. عشان كده يقول يعطى بالروح إيمان، إيمان غير عادي، غير عادي. شوفوا
بطرس الرسول ما كان مؤمن بالسيد المسيح، وبعدين ساعة محاكمة السيد المسيح وجارية والناس اللي حواليه، الله هو انت منهم؟ هو انت من اتباع الراجل؟ فخاف وشك وقال لا اعرف الرجل. تعرفش الرجل؟ فين ايمانك يا بطرس؟ يعطى بالروح القدس ايمان. ايمان اللي بيه كان اولاد الله في منتهى القوة، القوة الداخلية والقوة في التصرف من بره، زي القديس فان. الوالي راح ذهب الى هناك وده في ايده بقى يحكم عليه يقتله يعمل فيه زي ما عايز. اريانوس والي انصنة راح هناك، وبعدين شاف انبا فام فقال له السلام ليك يا فام. قال له لا، قال له من اين لك السلام؟ لا سلام قال الرب للاشرار. ايه ده بيقول للحاكم كده؟ لا سلام قال رب الاشرار. راجل وثني، ياخدوه يذبحوه يموتوه يعملوا اللي هم فيه، دي امور ملناش دخل. نحن نؤمن بكلمة الحق، اللي يجرى بعد كده يجرى زي ما يجرى، لكن ايمان في واحد يؤمن بالكلمة ويؤمن بالطريق اللي هو ماشي فيها ويؤمن بالشجاعة ويتصرف هكذا، ده يبقى عنده ايمان. لكن اللي يمشي متزعزع في السكة، يوم في العالي ويوم في الواطي، يوم يعترف بمسيحيته ويوم يخاف، ويوم يجاهر ويوم ينكر، ويوم يبان ويوم يدارى، مش هو ده الإيمان اللي من الروح القدس، مش هو ده الإيمان اللي من الروح القدس. يوحنا المعمدان كان شايف ان هيرودس ماشي غلط، وانه يتجوز امرأة اخيه وده ضد الشريعة، فراح له وقال له لا يحل لك ان تأخذ امرأة اخيه. لما يرميك في السجن يرمي، يقطع راسك ويحطها على الطبق يقطع، لانه مؤمن بان السجن لا يبعده عن الله، وقطع رأسه على طبق توصله مباشرة الى احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب. ده اللي مؤمن. لكن اللي يقول يا ريت، طب وايه يحصل؟ طب واعمل ازاي؟ ده ايمان مهزوز، مش ايمان من الروح القدس. لذلك معلمنا بولس بيقول اختبروا انفسكم، هل انتم في الايمان؟ امتحنوا انفسكم. ان ما امتحنتوش انفسكم هتمتحنكم التجارب، هتمتحنكم الضيقات، هتمتحنكم هجمات الشيطان وحروبه. فليكن كل انسان عنده هذا الايمان بالروح القدس، بيعطى كلام حكمة، بيعطى كلام معرفة، بيعطى ايمان. نكتفي بكده، اتفضل نصلي.